فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم حاسم بالنسبة للبلاي أوف وأيضا للبلاي أوت. بلاي أوف طبعا حسمت الأمور بالنسبة لصاحب اللقب فريق الترجي الرياضي التونسي، لكن ما زالت بالنسبة لباقي الأندية اللي تحب تكون موجودة في المسابقات الإفريقية أصحاب المرتبة الثانية والثالثة. اليوم إذن مباريات الجولة الختامية لمدارها كما قلت المشاركات الإفريقية، 5:30 مقابلة الاتحاد الرياضي المناسيري والملعب التونسي بتحكيم يسري بوعلي، ونادي الإفريقي يلعب ضد نجم الساحلي تحكيم خليل الجري، وغدوة تستكمل الجولة بلقاء نادي الرياضي الصفاقسي والترجي بتحكيم عامر شوشين. مقابلة الكل بتبيع باعتماد الفار، ونذكر أنه في الترتيب الترجي بتبيع بطل الموسم 23 نقطة، الاتحاد الرياضي المناسيري 15، نادي صفاقسي 12، الملعب التونسي 12 نقطة. حسمت الأمور بالنسبة للأندية ثلاثة هذوما اللي يلعبوا على مشاركة إفريقية، النجم 9 نقاط ونادي الإفريقي 8 نقاط. أبقى دائما في أجواء البطولة بالنسبة للموسم القادم، تنطلق رسميا 17 أوت تتواصل حتى 30 جوان، فما زوز فترات هامين بالنسبة للميركاتو، 1 جويليا 20 سبتمبر، والفترة الثانية 2 جانفي و 31 جانفي. اليوم أيضا يوم هام جدا بالنسبة للبراج، الصعود أو البقاء مقابل تنطلق الأربعة من البلاي أوت في الرابطة الأولانية، فرصة البقاء إما للمستقبل الرياضي بالمرسى أو مستقبل سليمان مقابلة باش تلعب في زويتن. كان فما إشكال بالنسبة لفريق مستقبل سليمان اللي كان قرر في فترة أولى الانسحاب، قال مش باش يلعب المقابلة هذي، اعترض على أن المقابلة تتلعب في العاصمة في ملعب زويتن، ثم بعد أخذ ورد واجتماعات تراجعوا عن القرار نتاعهم، منتظر أن المقابلة بطبيعة تتلعب كما قلت في زويتن انطلاقا من الأربعة متاع العشية بإدارة الحكم بديس بن صالح. مباراة الصعود للرابطة الأولى، مستقبل جابس جندوبة رياضية مقابلة لعب الأربعة في أولمبي سوسة بتحكيم أمير لوسيف، ونذكر أنه زوز مقابلات دون حضور جمهور. كما قلت أي مهمة بالنسبة لليوم وغدوة أيضا في البطولة، لكن أيضا حتى نهار جمعة السبت والأحد فما مقابلات همين يهموا الدور الربع نهائي لكأس تونس. مصادر تأكد أنه على غرام انتقل رسميا لفريق شختار الأوكراني بعقد قيمته توصل ل 2 مليون يورو. في نهاية البطولة في كرة السلة، الجيم وان في قاعة مزال يحسمها الاتحاد الرياضي المناسيري أمام نادي الإفريقي 82 مقابل 72، مش بالسهولة اللي يتصورها الفريق أنه اللي يلعب داخل القاعة متاعه أمام جماهيره باش يلقى روحه مرتاح، لا المقابلة كانت صعيبة، والبداية كلها حتى شوط الأولاني وبداية الفترة الثالثة كانت كلها عند نادي الإفريقي، لكن ختامها بالطبيعة حسمها كما قلت الاتحاد الرياضي المناسيري بفارق 10 نقاط. ما تقفش الأمور هنا لأنه غدوة فما الجيم 2 ديما في قاعة المناسير اللي أجواها ممتازة بحضور جماهير الاتحاد، ثم مقابلة العاصمة اللي بشكون في قاعة الجورجيني اللي يستضيفها نادي الإفريقي 22-25 جوان، وإذا كان بطبيعة تم الاحتكام لمباراة رابعة وإلا حتى المباراة خامسة يستفيد منها الاتحاد الرياضي المناسيري بما أنه المقابلة باش تلعب في قاعته يوم 27. كرة اليد نشاط في أكثر من واجهة، أبدأ ببطولة العالم لكرة اليد الشاطئية بالصين لأنه يعني فما مقابلة مازالت كيف كملت، المباراة الثانية بين المنتخب التونسي ومنتخب البرازيل، هزيمة المنتخب التونسي شوطين لصفر رغم أنه البداية البارح كانت طيبة أمام المستضيف المنتخب الصيني، وفوز بشوطين مقابل شوط. مش باش نقفوا هنا، مش نستناو غدوة لأنه ماضي ساعة اليوم فما مقابلة نلعبوها ضد المنتخب الإسباني، مقابلة حاسمة جدا إذا كان نحبوا نمشيو للدورة الثانية. ديما في أجواء كرة اليد في مقدونيا، اليوم تنطلق بطولة العالم للفتيات أقل من 20 سنة، المنتخب التونسي في المجموعة الثانية بعد أكثر شوية من ساعة 9 متاع الصباح، منتخبنا يلعب المقابلة الأولانية ضد سويسرا، غدوة نلعب ضد المنتخب المصري، ونهار السبت نلعب ضد الشيلي. في التنس دورة برلين، الأمتار مرة أخرى بعد دورة نوتنغهام تأثر على سير المقابلات، ومقابلة أونس جابر ضد وونغ الصينية توقفت المقابلة في المجموعة الأولانية، كملتها أونس فايزة 6-4، لكن بسبب الأمتار كما قلت المقابلة ما كملتش، منتظر أن تستكمل اليوم ضد وونغ الـ 11:30 متاع الصباح.
أون جابر محتاجة برشا للدورة هذه، دورة برلين، دورة هامة من فئة 500 نقطة، آخر دورة تحديدا للدورة الهامة المنتظرة اللي تنطلق في بداية جويليا، دورة ويمبلدون اللي نذكروا أن وصلت فيها أنس عمنيول للمقابلة النهائية، خسر ضد فوندروسوفا، لكن طيحت أبرز الأسماء الكبار اللي هما سابالينكا وريباكينا، فعودة إن شاء الله تكون لأنس جابر من خلال دورة برلين باش نجم تكون حاضرة بامتياز في الدورة القادمة دورة ويمبلدون. لورو ألمانيا آخر مباريات الجولة الأولى البارح، وتألق تركي ونجاح برتغالي في اللحظات الأخرانية. أبدأ بتركيا البارح في المقابلة اللي جمعتها بجورجيا وانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف مع تألق كبير لنجم صاعد هو أردا جولر، لاعب ذلك في عمر صغير سجل هدف ممتاز، هما زوز أهداف الحقيقة الأولانيين كانوا ممتازين من الجانب المرتخب التركي، لكن أردا جولر اللي تم اختياره أفضل لاعب في المقابلة واضح أنه بين اللاعبين اللي ننتظروهم سواء بالنسبة للمنتخب التركي ولا مع فريق ريال مدريد. ذكر أنه جورجيا يدربها ويلي سانيول، لكن في مساعدته مدرب تونسي هو عادل الشدلي. البرتغال وتشيكيا انتصار صعب كما قلت للبرتغال وقاسي على تشيكيا في 92 دقيقة لعب، تمكن البرتغال عن طريق اللاعب فرانشيسكو كونسيساو من تسجيل هدف الانتصار، هدف شفناه دخل برشا فرحة على المنتخب البرتغالي، استفزاز كريستيانو زيدا كان واضح للحارس المتألق من جانب تشيكيا، ثلاثة نقاط ثمينة برشا للمنتخب البرتغالي، وكونسيساو هو الثالث أصغر هداف في البرتغال في نهاية لورو عمره 21 سنة، لأنه فما معلومة توا يتم تداولها أنه هو الثاني لاعب للثالث لاعب، فما ريناتو سانشيز ثم كريستيانو رونالدو ثم يجي كونسيساو. السبت القادم الجولة الثانية باش تكون حاسمة لأنه لقاء المنتصرين تركيا ضد البرتغال والمنهزمين جورجيا ضد تشيكيا. اليوم إذا افتتاح لقاءات المجموعة والجولة الثانية، لقاءات بتبيعة بتأكيد نلقاو في البداية ألمانيا بعد فوز أول على سكوتلندا اليوم الخمسة تلعب ضد المجر، سكوتلندا تلعب ضد سويسرا 8 متاع الليل، ولقاء من المجموعة الثانية ماضي ساعتين كرواتيا تلعب ضد ألبانيا، باش تستكمل لقاءات المجموعة الثانية غدوة بالقمة المنتظرة 8 متاع الليل بين إسبانيا وإيطاليا، زوز منتخبات بتبيعة فازوا في اللقاءات الأولانية، غدوة زاد الدنمارك ضد المنتخب الإنجليزي انجلترا اللي عندها بصمة جود بينينغهام في المقابلة الأولانية، بينما الدنمارك كان بدأت بتعادل. كوبا أمريكا أيضا وساعات الأخرانية بما أنه تنطلق نهار الجمعة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية بصوت نعرفوه في مختلف البطولات العالمية، صوت شاكيرا باش يكون حاضر في البطولة هذية، شفناها بنجاحات واكا واكا 2010 في جنوب أفريقيا، أيضا في البرازيل في المونديال، سبقها أيضا في تظاهرات أخرى، وفما برشا جديد في الكوبا أمريكا بما أنه بطولة في الكومن بول كان قاعد باش يعتمد إجراء جديد إجراء احتراز يقول إذا كان فما إصابة خطيرة بالنسبة للاعبين على مستوى الرأس باش يتم اعتماد تبديل سادس. البطولة تنطلق نهار الجمعة، مش تكون بمقابلات الولايات المتحدة رغم أنه تعودنا المستضيف هو اللي يلعب الأولاني، إنما دخول الأرجنتين في أول مقابلة يلعبها ضد كندا. هكا أنا وصلت معكم لختام الموعد هذايا، بتبيع ما تنسيوش التغطية متاعنا اليوم لجولة حاسمة جدا سواء في البلاي أوف ولا في البلاي أوت، أنا نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم، أجمل تحياتي نجوى طالبي.